بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم هنا دكتور منجي محمد زايدي في شرح مقرر التحكم الآلي الذي يعطى في قسم الكهرباء بكلية الهندسة جامعة الملك خالد. وحسب خطة القسم يعطى هذا المقرر لطلاب المستوى السابع تحت رمز كهر 412 أو إنجليزي EE412. ويعتبر التحكم الآلي مادة مهمة جدا في تكوين المهندس بصفة عامة وبصفة أخص مهندس الكهرباء، لما للمادة من أهمية وعلاقة مباشرة سواء في الحياة المهنية للمهندس أو في مواصلة الدراسات العليا من ماجستير ودكتوراه. ونبدأ على بركة الله مع شرح الشابتر الأول بعنوان لابلاس ترانسفورم. But before starting, we give first a general idea about Laplace transform concept. فهنا عندنا كلمتين اثنين، عندي كلمة لابلاس وكلمة ترانسفورم. فأما لابلاس فهو العالم الفرنسي الذي عاش في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، وقد تعددت مجالات نظرياته في الرياضيات والفيزياء والفلك. وأما ترانسفورم فتعني التحويل، وكما نعلم التحويل يكون دائما من وإلى. وتحويل لابلاس هنا، وهو الأمر الذي يهمنا، هو تحويل الدالة أو المعادلة الرياضية من المجال الزمن الحقيقي إلى المجال الافتراضي أو المجال التخيلي. والغاية من ذلك أو الغاية من هذا التحويل هو تسهيل دراسة بعض الأنظمة التي ممكن أن تكون كهربائية، ميكانيكية، هيدروليكية، عندما تكون بالأساس مركبة ومعقدة نوعا ما. ونمر مباشرة إلى عرض الكورس أوتلاين للشابتر الأول، والذي سنتطرق فيه بإذن الله إلى عنصرين اثنين. فأما العنصر الأول فسنتكلم على لابلاس ترانسفورم بفقراته The Complex Variable, Some Definitions About Laplace Transform, Laplace Transforms of Usual Functions, Laplace Transform Properties أو خاصيات تحويل لابلاس، and Laplace Transform Theorem. وأما في العنصر الثاني في هذا الشابتر سنناقش ونشرح The Inverse Laplace Transform. Inverse Laplace Transform هو بكل بساطة التحويل العكسي من المجال الافتراضي إلى المجال الزمني الحقيقي، وفيه سنتطرق إلى طريقة مهمة أو كيفية تحويل من المجال الزمني الافتراضي إلى المجال الزمني، وهي الطريقة نسميها Partial Fraction Expansion Method. Thank you.